السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا يا جماعة، الحق يعني الحق يتقال في حق أي حد. المكان ده، المكان ده هوت، هي دي أختي واحدة من إخواتي البنات جايبها لي دلوقتي، دول اللي هم اللي البقسماط، ده اسمه بقسماط أهو، ده بقسماط وده صميد، عارفين أنتوا الصميد ده بقسماط اللي هو العادي اللي وده الصميد اللي كنا زمان نبقى ماشيين وفي ناكل في دقه كده، الناس راجل بيبيع بدقه وبيض وكلام من ده في الشارع خلاص. بس انا اللي عايز اكلمكم ان ده هو الماركه دي او الناس او المصنع ده او الشركه او المخبز ده اسمه فينيسيا. بصوا يا جماعه، فينيسيا ده هو مشهور في المنصوره جدا، بس بصراحه اللي يشتري منه ما يعرفش ياكل من حد تاني المخبوزات دي. هي كل ده، كل الموضوع هيبقى مستوى نظافه ومصنعيه، هتبقى مستوى نظافه مصنعيه خلاص. يعني انا قلت لازم اشكر الناس دي، يعني شوفوا مش لازم اشكرهم، يعني اشكرهم على ما طبعا كلنا ودقناه. شوفوا السميد ده، شوفوا السميد ده اهو، شوفوا السميد ده، ده طري بقى مش ناشف زي التاني. شوفوا عامل ازاي، تعال جاي لك شويه يا حاجه، شوفوا عامل ازاي. خلاص الموضوع، يا جماعه، خلاص الموضوع. ان انا عايز اقول لكم ان اللي بيعمل حاجه وبيعملها بضمير بينجح. يعني انا مثلا لو في فرق مثلا في السعر، في الكيلو 3 جنيه، هي عمره ما هيزيد عن كده عن المخبز الثاني اللي هو مستوى النظافه عنده مش هيبقى زي ده، مستوى الصنعه مش هيبقى زي ده. فانا اجيب من ده، ما اجيبش منه ليه؟ انا ما اجيبش من فينيسيا ليه؟ واجيبش انا هو الناس دول والله انا ما اعرفهمش. يعني انا راجل بشتري منهم من زمان اصلا كده، لما بكون في المدينه في المنصوره بشتري منهم تمام. واحنا اصلا بنعمل مخبوزات هنا زي الفل في البيت، بس انا يحق يقال ان دي ناس صنايعيه زي كما يقال، صنايعيه يعني صنايعيه. انا عايز بس اجرب ده قدامكم، ده اهو اللذيذ ده اهو، شوفوا عامل ازاي، شوفوا خلي بالكم طري مش ناشف اهو، شوفوا لا لا المستوى بتاعه حلو. شوف هات هنا الحته دي يا حاجه، شوفوا دي، شوف الخمر عامل ازاي، واخد حقه، شغل واخد حقه يا جماعه والله، شغل واخد حقه. وانا اجربه بحته جبنه كده، طبعا دي اكل العصاري، انا اصل بس اتوضيت للمغرب، صليت المغرب وشوفوا بليت نفسي ازاي، معلش اعذروني. يعني انا دايما اصور بهدوم البيت، يعني يا جماعه اعذروني مره ثانيه، البتاع ده روعه، الصميد ده روعه روعه بمعنى روعه بجد، عجبني عامل ازاي. الله حلو قوي يا مصري، حلو قوي قوي اهو. في صنعه، في صنعه وفي نظافه، في نظافه في الشغل. النظافة والصنعة مع بعض طلعوا لك انتاج زي الفل بالظبط. من بقى البصمات ده اللي هو ده الناشف بقى، ده بتاع الشاي زي ما بقول، دي بتاع الشاي ده بيحطه في يسقسقه كده كده يعني كده، ايوه كده. انا هعمل انا اتكيفت منه. شوفوا يا جماعه، انا عايز اعمل لكم حركه، بس ده عشان ايه ولادنا يعملوها. هو انا تاخدها كده كده اهو، بس خلي بالكم اللي يعرف يعملها يقول لي. خلي بالكم من الحركه دي، انا دايما اعملها وبحب اكله كده. دي بعملها امتى بقى؟ عندي اللابتوب، شوفوا انا باجي استخدمه، اللابتوب الصغير ده بحترمه قوي لانه جايب فلوس كتير. انا باجي استخدمه، اقوم داخل لازم اغسل ايدي
ايوه والله. فهبكت بقى المصهيره مثلا تجيب حاجه كلها تقوم هي حطها لي في بقي هنا تسيبها في بقها بقى ايه، وهو عامل وش بعيد عن اللابتوب عشان ما يتبهدلش. اعملها لكم تاني عشان دي عمليه برضه تنفع معاكم في ظروف معينه. اهو اهو يعني لما تكون مش عاوز تمسك الحاجه يعني. بس هي صعبه برضه ان تمسك الحاجه بقى كده، مش حاجه يعني. طلع النبي على استسلام. جنيس يا جماعه هتعملوا على الحاجات المخبوزات دي للناس اللي هم قاعدين في المنصوره. اشكر اختي. الله يطول عليكم. ها؟ اشكر اشكرهم. سير. اشكر اختي كمان حبيبه اخوها تيسير، هي اختي اللي جايبه لنا الحاجات ديت وجايبه لنا حاجات كمان. والله العظيم الواحد يحس بالمشاعر الاميره دي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خد بقى خد بقى نشتغل هنا بقى. جميل جميل كفايه. ايمن شايفك. لا عشان الصورة بس. نعم.